الأخطاء التي لا يقع فيها الجميع أو الأغلبية دور هاد اللعيبات. المهم مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا شنو هي الأخطاء اللي الناس ما كيطيحوش فيها. يعني شرحوا لي لا كتبوا في كومنت شنو هما هاد الأخطاء، بغيت نعرف شنو طاح لكم في بالكم. السوجي واعره دونك ما تنساوش ديروا واحد اللايك وفعلوا داك الجرس. الناس جداد مرحبا بكم في الشين، ديروا واحد ابوني وفعلوا داك الجرس باش كلشي توصلوا نوتيفيكاسيون ملي تنلوح الفيديو. الله يرحم بالوالدين، راه تنضربوا تمام راه كتشوف غلب الله. فلي سولتي راسك كتقول شنو هما الشي قولات السليمه، هذا شنو هما الاخطاء التي لا يقع فيها الجميع. كما كتعرفوا في الماط ديما تنقولوا ان النيجاتيف زائد النيجاتيف تعطيك البوزيتيف، الناقص زائد الناقص تعطيك بلس. فهاد الرول هذه الا طبقتيها في حياتك تشوف بزاف الامور ان فريمون الوقوع في الخطا ولا تغلط ولا تفشل ولا ما تصدقلكش الحاجه انها شي حاجه اللي ريكويرمنت، يعني ضروري ما توقع لك في حياتك باش انت تافونسي قدام تعرف لا سوليوشن. نعطيكم بعض الامثله باش تفهموني مزيان. دابا مثلا في كوره، واش عمركم شي لعاب تميتي لي كوفره تيماركيها؟ ضروري تيزقل، ضروري ميسي مثلا معروف عليه متخصص في الكوفرات. في الماتش اللي فات كان عقل كنت تفرج فيه زقل اربعه الكوفرات باش ماركا واحده في الاخر، هذا اللي شدات من خمسه. دونك هو باش شري دوك الاربعه مابقاش يقول حقا، يعني ما تيحسش في الداخل ديال ذاته انه حقا راه غلطت لا تشوه ناري لا زقلتها يقولوا ميسي زقل. لا هو مشى جرب ما صدقاتش، هو عارف العبار ديال انه المره الجايه ما خصوش يتيري بهذيك لا فورس ولا ما خصوش يطلع رجليه بزاف ولا خصو يعطي مسافه بينه، فهمتي تياناليزي علاش غلط. حنا في الحياه لا ميم شوز، تلقى لا بليبار مثلا تيسولوا مثلا في يوتيوب هو كيفاش بدا الديزاين، جربتي؟ لا ما عرف، صعيب باش عرفتي انه صعيب. اللغه لا ميم شوز، كتقول له هذه مع الاطراك كثر لي بزاف تقول اللغه العربيه صعيبه بزاف، تسولو واش جربتي شي نهار تقرا العربيه تيقول لي لا. سو هاو دو يو نو اتس هارد، باش عرفتي انها صعيب؟ وإلا مشيتي للسونتر تقيدتي ودرتي ايفور عرفتي لا جرامير عرفتي الفعل والفاعل المفعول به وخديتي وقتك، هذه مهمه. البروسيس واحد 6 شهور ولا 7 شهور كتخدم لا زايب شويه عليك، حنا ما زربانيش تخدم الفعل. انا اللغه التركيه تعلمتها بلا ميم شوز، شويه عليا ماشي داي وان انا داخل خصني نشوف الريزلت ديال انني نهضر بالزربه صافي ولي فلويد. لا خدمني الموضوع 3 سنين ولا عامين باش يلاه فريمون وليت نقول شي جمل ومبقاش نفكر بزاف، انه مبقاش نقارن راسي مع الاجانب الاخرين اللي تيهضروا باللغه التركيه مثلا تنقول لا هذا تيهضر ما احسن مني. لا حيت كل واحد ولي كومبيتونس ديالو، كل واحد وسميتو ماشي الموهبه زعما القدرات ديالو، فهمتي عقلو كيفاش كيستوعب الامور كيفاش تياناليزي كيفاش تيفهم سرعه الفهم، هادو كاملين عوامل تيخليو ان الانسان يتعلم بالزربه ولا بشويه وبجوجهم تيوصلوا لنفس النتيجه. غير هذا تيتعلم بالزربه وهذا تيتعلم بشويه. انا مثلا في الخط ديما تنعطي دي زيكزامبل بالخط حيت هذا هو الدومين ديالي. كتجي كتلقى انا باش قريت في كما قلت لكم فيديو اللي فات باش كنت كنقري في الجامعه ديال اسطنبول ديال التجاره والماش كيسميوها. الطلاب اللي كانوا كيقراو عندي 20 طالب مثلا، ماشي كندير سيستم موحد في الخط، ما يمكنش تقري في سيستم موحد. الا قريت سيستم موحد تنقول لهم اليوم تكتبوا مثلا حرف الالف، الا جا مثلا ثلاثه دازوا حرف الالف يعني كتبوه مزيان، و27 واحد ولا 17 لواحد ما كتبوش ما قدروش يكتبوه واش الثلاثه خصهم يسينوا. دونك شنو كنت كندير وهذا كاع الاساتذه تيديروها في الخط ماشي غير انا بوحدي، تعاملوا بالفرد. يعني مثلا انا كنصح لهذا بوحدو بالريتم ديالو، كنصح هذا بالريتم ديالو بس هذا بالريتم ديالو، وكلهم تيغلطوا وكلهم خصك تعاود الدرس عاود الدرس. غير هو لفي ان هذا تيسالي في يومين، هذا تيسالي في اربع ايام، هذا تيسالي في شهر، ولكن في الاخر المطاف من بعد المده كتلقى ان هذا تعلم وهذا ثلاثه بهم وصلوا نفس النتيجه المرغوبه. يعني انتم في حياتكم مثلا ملي تديروا شي دومين ولا كتبغوا تعلموا شي حاجه ولا تابليكيو شي حاجه، الا ما صدقاتش ولا الخوف من الخطا راه خطا بحد ذاته، وهذا هو اكبر خطا ما كتوقعوش فيه. وقع في الخطا اسيدي طيح غلط. انا نعطيكم واحد الامثله اليوم هنا في الباك جراوند. ها هو واحد الطابلو خدمتو مثلا في المسابقه ديال بنك البركه في 2013 لا 2016 ما في 2017، ضربت عليه تمره ديال بصح درت اخطاء فادحه. يعني الورقه اللي نخدم عليها عطيتها لواحد السيده باش تكبر لي فيها الورقه، يعني الورقه انا جيت نكتب عليها غلطت في المسافه خليت داكشي مضيق، قلت علاش ما نعطيهاش نفس الورق بواحد الطريقه ديال ريستوراسيون حيت هي بروفيسيونيل داكشي. ضيف لي ورق واحد الورقه من الفوق وابخي نعطي الورقه يعني نسلمها للجنه التحكيم باش يحكموا عليها. باش عطيتها الورقه المفروض هذه العمليه ديال ريستوراسيون خاصها تدار على مده شحال، على اقل حاجه واحد 2 ويكس ولا 3 ويكس يعني 3 سيمانات. هي في يومين باش صوبتها هذيك الورقه اللي تلصقات مع الورقه خلات انا الورقه كلها تلوت عوجات، يعني العمل ديالي ضاع. فانا في هذيك اليومين صدقت نفزك الورقه ازيرو وريسكيت وغلطت والورقه ما بقاتش كتبان كما هي والحبر بحال اللي ضاع ما ضاع، وتم انقاذه ما تم انقاذه وعطيت الورقه لجهه التحكيم وفي الاخير ما ربحتش. وكاين هذه شنو تعلمت منها؟ هو خطا كبير يعني ضيع عليا بري ضيع عليا
انني نحافظ مثلا على انني كنجي ما بين ثلاثه الاولى ولا نجي الاول، ولكن ما ربحتش ما كاينش سميتي تما وكتجيك ازمه نفسيه انك كيفاش انت هاد النيفو مزيان كذا كذا بخطا بسيط بحال هذا خلاك انك ما تربحش. واهي الاعتراف بالخطا فضيله، تعلموا كما قلت لكم، تعلموا انكم الا غلطتي قول غلطت، ما تقلبش على زيكسكيوز كما عرفت حكا الاستاذ هذا ما جاش هذا صافي، لوم راسك انت الاول الا نمتي راسك تعرف لا سوليوشن هاد القديمه لا سوليوشن قدام مره في المسابقات اخرى ولا تخدم عليها تيسه حال عندي عام عندي الدالي و 6 شهور نكون موجد انا الطابلو ديك 6 شهور هذوك الشهور تيبقاو عندي كنخدم اريز بشويه عليا بلا ما نضيع. يعني شتي انا تعلمت واحد الحاجه اللي فريمون اثرت فيا نفسيا ودمرتني خلاتني انني نتعلم منها. دونك ما تقولش ايفيتو ما تغلطوش، غادي انت في طريقك غلط اسي ملي تكون كتهضر باللغه مثلا يلا تعلمتيها هضر، ما تبقاش خايف حقا الا هضرت يضحكوا عليا، الا هضرت انا مثلا عارفش الجرامير مزيان هضر قول جمل، هضر مثلا بالتركي راك كنخربق الفعل مضروب في جهه والمفعول به مضروب في جهه وهذاك اللي قدامي تضحك عليا، ولكن انا حيت نغلط كل نهار تنتعلم شي حاجه جديده. نعطيكم واحد السؤال وجاوبوني بصراحه، دابا نتوما ملي كتغلطوا قبل ما تغلطوا مثلا انت عارف دير واحد الحاجه وقلتي مع راسك غنغلط فيها، ولكن انت اول فكره كتجيك في دماغك راه كتجيك ان الا غلطت هذا وخالتي وعمتي وامي وبا ولي بارون هذا والجيران وخالتي حليمه ودروينه كامله، يعني انت كتاثر بهضرتهم، يعني هضرتهم هي اهم حاجه من انك تغلط، يعني كتخاف تغلط ان هاد الناس غيهضروا. هضره الناس ديما تكون سواء غلطتي سواء يعني زوات. انا مثلا واحد لابيرود ما كنتش كنقدر نقول نهضر في موضوع القرايه نقول انني ما عنديش الباك، دابا طلعت في فيديو قلتها عادي ما عنديش الباك، هذه حقيقه ما يمكنش تبدلها، وهذه الحقيقه خلاتني انني نخدم على كوطي واحد اخر التطوير الذاتي الى اخره اللي خلاني الحمد لله يعني كنشوف بعض النتائج على المدى البعيد. ف الوقوع في الخطا شي حاجه اعتبروها اساسيه في الخدمه ديالكم، غلط اسي حيت الا ما غلطتيش وبروغريسيتي راه فيه ريسك كبير انك نهار تولي في واحد البوزيشن كبيره عاد تبقى تغلط، عاد تبقى تغلط اول مره تما كيولي جادجمنت، يعني كيولي الناس تيحكموا عليك حيت انت فواحد البوزيسيون ماشي كتعلم، خديتي ديبلوم مثلا تلقى واحد تيقرا ديفلوبمون ولا تيقرا لانفوغرافي وما تيجربش حتى هذاك الشيء براتيك، اللي قرا في المدرسه تيجرب، اللي قرا في المدرسه تيجرب، وكيشوف تيطرى من بعد نهار تيدخل لشي خدمه حيت ما عندوش اكسبيرونس حيت ما جربش يغلط حيت ما دارش بزاف ديال الاخطاء في حياته شنو تيطرى تيدخل تلقى انه غلط في الخدمه تهلا في ان هذاك الخطا كان ممكن يديرو هو كيقرا في الليس ولا تيقرا في الكوليج ولا تيقرا في الثانويه. فهمتوا يعني غلطوا ماشي مشكل، غلط تعلم غلط تعلم غلط تعلم، حيت الا ما غلطتيش عمرك ما تعرف الحل، والحل ماشي ديما يولد عن طريق طرف ثاني ولا طرف ثالث، شي واحد يجي يقول لك حق عرفتي شنو باش ما طيحش في هذا الخطا ها شنو دير، لا انت اصلا واخا يقول لك شنو غدير. انا مثلا في الخط الاستاذ تيقول لي ها كيفاش يكتب حرف الالف ها كيفاش، ملي كنجي نجرب تلقى راسي ما قادرش نابليكي داكشي لي، يعني تنغلط مره جوج، كاين بعض الدروس بقيت فيهم 3 شهور 4 شهور عادي. دونك نتوما الشباب صحاب يلا ساليتو الباك ولا قبل الباك ولا سقطتو غلطوا، اخطاء ضروريه ولكن الاخطاء اللي تخليك تتعلم منها، وستي بوزيتيف وهادشي فيها الخير ان شاء الله، وما تبقاش اوفر ثينكينغ ستاف صافي. حتى قدامك واحد الدومين سير يعني خذ اكشن وما تستناوش الفاليداسيون ديال الناس هما اللي يقول لكم واش هادشي مزيان ولا ماشي مزيان، انت الدومين اللي تخدم فيه راه كتعرف شنو اللي مزيان وشنو اللي مزيان. الناس اللي كتثق فيهم اللي غادي يعطيوك واحد النقد بناء سير سولهم ضروري من السؤال، ولكن واحد جا قال لك خويا انت عيان في الديزاين، عيان في الديزاين حاليا ولكن من بعد نولي واعر. هذا ما كان، كان هذا فيديو خفيف ظريف، ما تنساوش دعمونا بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، شو بليز الدراري قوالوا على 100,000 دعمونا بارطاجيو التفاهه، الفيديو الجاي نهضروا على التفاهه الدراري، يلا تحدي بيس.